أكد الأستاذ الجامعي والكاتب المغربي الصحراوي البشير الدخيلة أمس الثلاثاء ببنما أن معاناة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر أصبحت بمثابة أصل تجاري يسترزق به قادة البوليساريو. وأوضح السيد دخيل خلال لقاء نظمه معهد المبادرات الديمقراطية التابع للمحكمة الانتخابية ببنما أن قادة الحركة الانفصالية يفضلون خيار لا حل لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء، وذلك بهدف ضمان استمرار استفادتهم من الوضع القائم على حساب الساكن المحتجز بالمخيمات من خلال تحويل المساعدات واستغلال الامتيازات التي توفرها لهم مناصبهم. واعتبر رئيس منتدى البدائل أن البوليساريو تمثل أقلية أوليغارشية تتحكم في ساكنة المخيمات وتستغل معاناتها من أجل الاغتناء الغير المشروع مقابل أزيد من 4 عقود من الشعارات المتجاوزة والخطابات الغير المجدية التي يرفع قادة الحركة الانفصالية، كما سجل تناقض سلوك البوليساريو التي تصر على خيار الاستفتاء المتجاوز والغير القابل للتطبيق وتتهرب بالمقابلة من إجراء إحصاء لساكنة المخيمات رغم الدعوات المتكررة من قبل الأمم المتحدة بهذا الخصوص، معتبرا أن الاستمرار في هذا النهج هو مضيعة للوقت. وشدد في هذا الصدد على استحالة إجراء الاستفتاء في الصحراء لأسباب تقنية تتجاهلها البوليساريو ترتبط بصعوبة تحديد الهيئة الناخبة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الإحصاءات التي سبق أن أجرتها إسبانيا أظهرت أرقاما متضاربة على غرار الأرقام التي تقدمها الجزائر والبوليساريو. واعتبر الأكاديمي أنه يتعين على البوليساريو والجزائر باعتبارها طرفا في نزاع التحلي بالواقعية السياسية لإيجاد حل سياسي توافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء، كما ندد السيد دخيل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف مشيرا إلى أن الكثير من جلادي البوليساريو لا يجدون حرجا مع ذلك في الحديث عن حقوق الإنسان، وبينهم زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي الذي لا يمكنه دخول التراب الإسباني خوفا من اعتقاله بسبب الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها. وأبرز أن البوليساريو أصبحت صورة جامدة من الحرب الباردة في المنطقة، وهو ما يتجلى في استمرار نفس الوجوه التي تتحكم في رقاب ساكنة مخيمات تندوف ونفس الأسلوب القائم على قمع الأصوات المعارضة مثل ما حدث مع 3 مدونين يقبعون حاليا وراء القضبان هم فاضل المهدي بريغا وملي أبا بوزيدة ومحمود زيدان. ومقابل الجمود الذي تعرف مخيمات تندوف يضيف السيد دخيل عرف المغرب منذ عقدين إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتحولات ديمقراطية شملت الأقاليم الجنوبية التي شهدت تحسنا وحظيت بجهد تنموي لا يمكن إنكاره بل يجب التعريف به بشكل أكبر. وقال رئيس منتدى البدائل في هذا الصدد إن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تسمح للساكنة المحلية بتدبير شؤونها الخاصة بنفسها، وهو ما يتجسد فعليا على أرض الواقع لأن كل المنتخبين هم من أبناء الصحراء بمن فيهم رؤساء الجهة ونواب البرلمان، مؤكدا أن البوليساريو لا تملك شرعية تمثيل الصحراويين كما تدعي. أول قمة روسية إفريقية تحتضن مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري لن تحضرها جبهة البوليساريو الانفصالية بعد قرار قصر الكرملين توجيه الدعوة إلى الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضحت مصادر أن عدم حضور البوليساريو في القمة الروسية الإفريقية على غرار قمة الصين إفريقيا وقمة الهند إفريقيا يأتي لأن هذه القمة تنعقد خارج الشراكة مع الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الكيان الانفصالي. ووجهت روسيا دعوات مباشرة إلى الدول الإفريقية المعنية بحضور هذا الحدث التاريخي، ويتوقع الكرملين حضور 47 من القادة الأفارقة في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. ويشارك المغرب في أول قمة اقتصادية روسية إفريقية برئاسة الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري ورئيس الاتحاد الإفريقي عبد الفتاح السيسي.
وكشفت مصادر من السفارة الروسية في الرباط في حديث سابق أن المغرب يشارك بوفد رفيع المستوى مكون من أزيد من 30 شخصا يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى وفد حكومي مهم. ويقود وفد المملكة المغربية وفق ما كشفته مصادر متطابقة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في وقت كانت الترتيبات الأولية المكثفة تشير إلى حضور الملك محمد السادس لهذا المنتدى الاقتصادي الإفريقي الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية. ويعول الروس على قمة سوتشي لجعلها حدثا غير مسبوق. تم توجيه الدعوة إلى قادة ورؤساء 54 دولة إفريقية لمناقشة 3 محاور رئيسية، وهي تطوير العلاقات الاقتصادية وإنشاء مشاريع مشتركة والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية. وتعود موسكو إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام عشرات السنين في خطوة تهدف إلى بسط النفوذ الروسي في منطقة مليئة بالفرص وباتت محط أطماع الدول العظمى. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم الاستثمارات الروسية المحتملة في إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة كبير إلى حد وافٍ. توجد اليوم مشاريع استثمارية بمشاركة روسيا تقدر بمليارات الدولارات. اختار الرئيس الأول للمحكمة العليا بالجزائر عبد الرشيد طبي منصة الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة تحت شعار العدالة والاستثمار التحديات والرهانات ليبعث بالعديد من الرسائل إلى المغرب كانت أقواها تعبيره عن إيمانه بحتمية اللقاء رغم ما وصفها بصروف الزهرة. وقال المسؤول الجزائري في كلمة باسم بلده أمام المئات من المسؤولين القضائيين الدوليين في مراكش إن ما يجمع الجزائر والمغرب من روابط دينية وثقافية ولغوية ومصير مشترك صاغ مشاعرنا الأخوية صياغة تفاعلية، مشددا على أنه لا فكاك لوثاقها المادي والروحي مهما كانت ظروف الظهر وأحواله. وخطب الرئيس الأول للمحكمة العليا بالجزائر الحضور بالقول: أو لم يكن المغرب أيها السادة الحضور الحصن الحصين لثورتنا العظيمة وسندها في جهادها الباسلة حتى تحقيق الجزائر لنصرها ونيل حريتها وسيادتها، موردا أن هذا يعزز تقديرنا الدائم لوحدة القيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة ووحدة المصير، لأننا على يقين أن الذي يجمعنا أكثر ما يفرقنا. وفي هذا الصدد رفع عبد الرشيد طبي إلى الملك محمد السادس أثمى ما يجود به البيان وأرقى ما يتلطف به اللسان وأنبى لما يعرب عن كوامن ما في الجنان من عبارات الشكر والعرفان، مذكرا بما شملنا به من رعاية وعناية وما لمسناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة ولطف الوفادة منذ أن وطئنا أرض المملكة المغربية الشقيقة. هذه الأرض الطيب أهلها الزكي مقامها على حد تعبير المسؤول القضائي الجزائري. وسجل المتحدث أن هذا الأمر يعد مؤشرا دالا على ما في النفوس من ذوق إلى اللقاء وما في الوجدان من تطلع إلى تعزيز جسور المودة وتوطيد علاقات الرحمة وتفعيل سبل التواصل والتكافل والتضامن، معبرا عن تأثره البالغ لطيب الحفاوة والحميمية والتفاعل والود الذي أبديتموه لنا منذ تواجدنا بمدينة مراكش العريقة، معربا عن تقديره العالي لروح الأخوة التي تجمع بيننا والتي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. إن روابط الأخوة التي تجمع بين الشعب الجزائري والشعب المغربي الشقيق روابط ضاربة جذورها في أعماق التاريخ متجدرة إنسانيا وروحيا وحضاريا، أولثنا بناة حضارة خالدة متجانسة جغرافيا، يقول عبد الرشيد طيبي. وسجل المتحدث أن النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الأولى من مؤتمر مراكش الدولية التي خصصت لموضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة دفع المغرب الشقيق لرفع التحدي بتنظيم مؤتمر ثاني حول العدالة والاستثمار التحديات والرهانات بغية إيجاد الوسائل والآليات التي تمكن من تعزيز الثقة في القضاء من خلال تطوير الأجهزة القضائية
وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.